هل إذا صارت الساعة بال 12 و35 دقيقة تفجير في مجمع الليث، السيارة اللي وصلت من ديالة حسب تقرير وزارة الداخلية، السيارة تفتشت الستاركس موجودة تفاصيلها، تفتشت في سيطرة الخالص، في سيطرة الخالص حسب الكاميرات اللي لموها الاستخبارات الداخلية، ورجعوا بالكاميرا دخلت إلى سيطرة الشعب، وقفها الكيناين نزل صاحب قائد السيارة السائق نزله وتأكد من هويته حسب المعلومات اللي عندهم إنه هاي السيارة مشبوه بها. نزلوا وفتحوا الأبواب، هاي بالصور بالفيديو، شافوا الكيناين ما يوقف على أي تاير أو على أي باب، يعني كل شيء ما بيه. أخذوا هويته، لقوا هويته من منطقة العلم. شافوا دققوا باللابتوب، دققوا لأن سيطرة الشعب فيها كل التفاصيل الدقيقة، فيها لابتوب، فيها كاميرات، فيها استخبارات، فيها كينان، سيطرة نظامية مهمة جدا. يدخل البغداد من الشمال من سيطرة الشعب، فما لقوا عنده أي شيء. تركوا بعد ما شيكوا اسمه وتعليمه ومواصفاته، ما عليه أي أربع رهاب ولا مشبوه ولا كل هاي دققت وعبر بالسلام إلى بغداد. من دخل بغداد تابعته سيارة سايبة، هاي السايبة الصفراء وقد تفتر وياه قبل الحادث 15 مرة في الكفالة. افتر 15 مرة، يبدأ من النار 100 عيون بغداد ويطب إلى مجمع الليث، يفتر هذه المنطقة اللي هي قبل الحادث بأربع ساعات. إلى حد ما اختفت السيارة السايبة ب 12:30 دقيقة حسب الكاميرا، أنا أقول لكم رواية حسب الكاميرا. بعدين الساعة 12:35 صار التفجير اللي هو تفجير مهول. هذا التفجير ما عمل أي حفرة ولا هدم أي طابوقة، بل عمل فد حريق نافوري كما يقال بالدفاع المدني، حريق على شكل نافورة وعلى شكل عصف. العصف تتل الناس خارج المجمع، بين المجمع الهادي وبين مجمع الليل. هذا العصف دخلت النار إلى ملجأ مجمع الليل. مجمع الليث التجاري عبارة عن ثلاث طوابق، ملجأ سردار، طابق أول، طابق ثاني، كله بأكمله ملابس وبلاستيك وعطور وما شابه ذلك من الكوزمتيك والكماليات اللي هي تسبقها بسطيات. البسطية تحولت تعرفون كل زين إلى تشنابر أو التشنبر، قام يوصل البضاعة مالته إلى حد عمود الكهرباء والإنارة. كل هذه الحريق ساعد العوامل ان الحريق ينتشر بشكل كبير، عبر الحريق بنفس الوقت على مجمع هادي سنتر. مجمع هادي سنتر هو مجمع كبير نظامي معروف ببنائه بعد 2003 تقريبا، صار له 6 سنوات بحريق 2007 كان بيت متحول الى مجمع. هذا المجمع بشباب أطفال عمرهم يتراوح بين 14 إلى 20 سنة، عددهم تقريبا بال 85 شاب دا يتفرجون مباراة كرة القدم مال أوروبا. الجميع دول اتفحموا، كلهم دول احترقوا. الحريق أخذ بكبرة وصول الأطفال حسب التقرير المعروف عندي من التقرير الدفاع المدني، هذا الدكتور وصول الأطفال يقولون إخبارية وصلتنا الإخبارية بال 12:55، يعني 12:35 ما كانت واصلة الإخبارية. ليش؟ لأن قوات الدفاع المدني والنجدة والأهالي والاتحادية نقلوا المصابين والشهداء. طبعاً أكو شهداء من جميع محافظات العراق، أكو شهداء من جميع مناطق بغداد، أكو شهداء من كل القوميات والموزايك العراقي، أكو أكراد، أكو مسيح، أنا بإيدي شيعت المسيح، وأكو أيضا شيعة، وأكو أيضا سنة بالأعرمية وبالدورة وكذا. فمزايدات على هذا الموضوع بدأت تبدي وراء 3 أيام من الفترة. وهسا أنا مسؤول عن كلامي، مو فقط كرجل مجلس محافظة وكرجل سياسي. المزايدات بدأت من منصات اللي شكلت وتشكلت في مرقع الحادث. واحدة من التوصيات اللي جرب نقراها انه اليوم احنا كمجلس محافظة يعتبر الاجتماع الرسمي الاول بعد اجتماع مجلس محلي، اجتماع الاول اول اجتماع مع الاهالي، بس هذا يعتبر الاجتماع الرسمي لحكومة منتخبة اول اجتماع، قبل اجتماع يمكن مجلس الوزراء وقبل اجتماع مجلس النواب بكرة.
اطلب دكتور رياض انه هذه وحده قبل ما اقرا الباقيه انه هذه المنصات تنشال والسيد ادريس مرقد ومكان مهم جدا بالكراده. الكراده شبه جزيره، كراده شرقيه اللي صار فيها الحادث تسمى الكراده الشرقيه، محل 901 903 905 907 909 تمسك هذه المنطقه قوه حماه الاتحاديه، الفوج الاول اللواء الاول، الفوج الثالث، الفرقه الاولى، الفرقه الاولى اتحاديه، الفوج الاول، اللواء الاول، الفوج الثالث، لواء نعم، اللواء الاول فوج الثالث اتحاديه، شرطه اتحاديه، اسم اللواء يعني لواء بافر، لا فريق بافر عقيد ركن محمد الاسدي ورائد مرتضى بسلسله المراتب، اللواء بافر المحمداوي والعقيد الركن محمد الاسدي والرائد هل الفرقه مرتبطه بهذه عمليات بغداد بالامره؟ نعم. غير مرتبطه بهذه عمليات بالامره؟ وضح لنا هذا. نعم. كل الاجهزه الامنيه اللي موجوده، كل الاجهزه الامنيه الموجوده هل هي مرتبطه بهذه عمليات بغداد ام مرتبطه بوزاره الداخليه مباشره؟ كل بغداد نعرف مين المرتبطه حتى نعرف من مصدر القرار، لان القرار في الاجهزه الامنيه قرار مشدد. كل بغداد كقيادة عمليات بغداد غير ماسكة الأرض، كل بغداد سواء كرادة أو مدينة الصدر، كل بغداد بكرخ والرصافة الماسك الأرض هي عمليات بغداد والمسؤولة عن كل المراتب اللي عددتها، إذا كانت شرطة اتحادية وإذا كانت ممثلي وزارة الداخلية المعنيين بالمركز الشرطة المحلي، النجدة، الاستخبارات، الوطني والمكافحة، كلها ترتبط بالقائد الماسك للأرض، إذا كان عقيد وإذا كان لواء وإذا كان مدير الأمر فوج رائد. إذن عمليات بغداد هذا مو غريب علينا، كلنا نعرف إنه عمليات بغداد هي ماسك للأرض. راد الأستاذ أحمد يعرف إنه هم مقصرين لو مقصرين، هذا التقرير اللي احنا طلبناه وحده من يعني راح نرجع نفسخ التقرير، متابعه المقصرين واعلان اسمائهم بصوره علنيه واحالتهم الى المحاكم المختصه لينالوا جزاءهم العادل. الاسراع في نصب الاجهزه من اجهزه الفحص ومنظومه الكاميرات الحديثه، وهناك متطوعين لنصب هذه الكاميرات حتى على حسابهم الخاص، هذا من الاهالي. توزيع خطط لغلق المنافذ جميعها بكلاب الكيناين بالعدد الكافي، وتوزيع عدد من السيارات الفحص السكان المتوفره في وزاره الداخليه، ونحتاج على الاقل 9 اماكن للغلق. رابعا الاسراع في تعوير ذوي الشهداء والاستثناء من الضوابط فورا وفق الاتفاق بين الامانه العامه لمجلس الوزراء ومحافظ بغداد. سابعا الاسراع في تطبيق المقترح، هذه النقطة مقترح دكتور، هي عوائل الشهداء يريدون دفن الجثث، و يعني اكرام الميت دفنه، هذول كل اللي موجودين بالثلاجات يريدون يعرفون شو وقت يدفنون. ابو الدي ان اي قال انا اعطيكم من 15 يوم الى شهر، واذا بدأ ستة اشهر واذا يقول لك يكذب عافية عليك، انا اشكرك دكتور. وإذا قدرنا نحصر الموضوع بشهر، لكن من رحنا سألنا ما وراء الكواليس الموضوع حتى نحصل على النتيجة، أنا قلت 40 يوم، واحد قال 6 أشهر، واحد قال 3 أشهر. المقترح إنه ندفن كل ال 88 أو ال 200 الموجودين. ليش أقول 88؟ لأن السجل اللي عندي موجود 88 من الأهالي وافقوا أن يدفنون أولادهم. وافقوا ووقعوا واعطونا مستمسكاتهم حتى نعلن كمجلس محافظه بالدفن الجماعي، ندفن الى النجف الاشرف بمساعده المحلات التجاريه اللي فقدت ابنائها باعفائهم من الرسوم والنقود والقروض والضريبه والايجارات الحكوميه وللمالكين. الاسراع لارجاع المباني لاصحابها فورا واخراج الاخوه الاخرين وايقاف المواكب ونقلها الى اماكنها الخاصه. مساعدة المحلات التجارية التي فقدت أبنائها بإعفائهم من الرسوم والنقود والقروض والضريبة والإيجارات الحكومية وغيرها.
تفعيل جهاز الأمن الاستخباراتي وبث العيون في كافة مفاصل الحياة والتحقيق من كافة المشتبه فيهم. العمل على فتح حساب مصرفي يتولى المجلس البلدي أو مجلس محافظة لجمع التبرعات الخاضعة للضوابط الأصولية لتعويض الأضرار الناجمة من الانفجار بصورة واضحة وشفافة. هذا بعد أن يتم حساب الخسائر بشكل دقيق تتعاون لجنة من إدارة الأزمات إلى تشكيل أمر إداري لذلك. تدويل القضية وإعطائها حجمها الحقيقي لاستخدامهم مواد حارقة محظورة دولياً ومتابعة الجهات الراعي للإرهاب ورفع دعوة قضائية ضد الدول المشتبه فيها دول صانعة الإرهاب. متابعة هذه قريناها عمل نصب تذكاري وسط الكرادة يتضمن فيه عدد من التفجيرات معزز بالأسماء وأوائل الشهداء. غلق كافة المخازن التجارية العشوائية في منطقة الكرادة وإعطائهم مدة شهر كامل لرفع هذه المخازن. عمل تنسيقي بين رجال الأمن والمختار على كافة الساكنين وتوحيد جرد مفصل يشمل من بعد 2003 إلى حد الآن في إحصائي دقيق. الحد من النوادي الليلية ومحل بيع الخمور الغير مجازة والعشوائية وعلى الأقل تقدير إرجاعها إلى قوانين ما قبل 2003، فلا يتم مزاولة هذه المهنة إلا من أصحابها وبعيدا عن البيوت. هناك حديث بأن يقف وراء حماية النوادي الليلية والبارات من ضعفاء النفوس من بعض رجال الشرطة والداخلية والميليشيات وغيرهم. فالمقترح هو تقييم الضباط الموجودين في المنطقة وبغداد. اعتبار أن الكرادة منطقة مفتوحة ولا يمكن غلطها مثل بعض المناطق لوجود المستشفيات والجامعات والفنادق والدوائر الرسمية، المقترح هو استخدام شركة أمنية مختصة في التفتيش والكشف عن المتفجرات وعن مسافات بعيدة وأصحاب الشأن لهم بدراية هذا المقترح. ولهذا احنا عندنا تفاصيل في هذا الموضوع.